بتقل وبدات افرج عن زمايلي في الفصل كده. وطبعا كان في تنمر وكان بتعب طبعا، ما كنت اخرج واطلع بره وكده، كان يحصل في تنمرات والناس تبص عليا وكده. الناس يصوروني على الفيس، ياخد واحد ياخد صوره، فالتليفون بقيت مخبرين عليا، فبقول انت محمد شحاته، قلت لهم ايوه، قلت له احنا عايزينك ناخدك ونقيسك عشان نوصل الفيس وكده. السعوديه والبدري تعبانه مش قادر، هي تعب الجسم كله، مقسى على الجسم كله، مقسى على الاعصاب ومقسى على الجسم كله. فطبعا انا اجي انام ما اقدرش انام كتير، ما اقدرش اوقف كتير، ما اقدرش امشي كتير، ما اقدرش اوطي كتير، فهي طبعا متحكمه في الجسم كله.